سنتي 2019 بقيادة عبد الرحمن الجاسم أمام نادي ليفربول. تدخل حاضر جوناثان، استقبال حاضر من جوناثان، لعبة محاولة فرصة تحضر مرة أخرى جوناثان، يحاول جوناثان خطورة لنادي آخر ركلة ترجيحية كانت في أقدام اللاعب مصطفى آدم. الكوم تحول من جديد عن طريق الجانحي موسيس، خلصها موسيس، كرة خطأ يحتم مفتاح العرضية، ربما عرضية جوناثان كورجيا تخلصت عن طريق موسيس، تحول كرة ملعوبة عالية عدلان مرة أخرى، الغرافة أخطر، الغرافة أخطر في أرضية المن، عدا همام، مر همام، سفيان إلى همام، موسيس مرة أخرى مع همام، تدخل الحسن لكن خطأ، هذه خطأ يا همام، وربما قد يظهر فيما تبقى من عمر وحدات في هذا الشوط الأول، أو ربما قد يظهر في الشوط الثاني. بحث عن المرور، يحاول كايكي يهرب من الرقابة، يعود إلى النيجيري موسيس، موسيس للتونسي أيمن، تخلصت من النيجيري موسيس، لمسة ثنائي قوي جدا في الوسط، تخلصت إسماعيل محمود، تعود إسماعيل يعدي بمهارة إسماعيل، الصفرة هجوم والتقدم للخطوط الأمامية واللعب في منطقة نادي أم الصال، لكن من أنصاف الفرص سفيان جوناثان كوتشي تعود في وسط الملعب، حمودان يحاول بلجيكا، الكلام عن يوكانوفيتش، يوكانوفيتش رفع الانتصار وإلا فلا في أحداث هذه المواجهة، تعود مرة أخرى عن طريق موسيس، أنس مبارك، أنس مبارك إلى موسيس، موسيس القادمة مرة أخرى نقلة للنجاح 32 مواجهة عزيز المتابع جمعت ما بين الفريقين. نادي أم الصلال، نادي أم الصلال بعد أن سجل من كرة وهذه الراسية الحاضرة الثانية الأولى تصيب، الثانية تخيب، الثالثة ثابتة يا سام، ثمانية البطولة اللي الموسم اللي كان بطل نادي الغرافة 2008 موسم 2017-2018 ومن ثم في موسم 2018-2019 في المركز. حاول حمودان، راح حمودان، وقف على كرة حمودان، يعود لموسيس، حمودان على مشارف المنطقة، موسيس جولة 22، كرة قدم سريعة حتى الآن في أرضية الملعب، كرة قدم جميلة تقدم مع الغرافة 2004-2017 وتواجد مع نادي أم الصلال منذ عام 2018. موسيس يحاول كرة عرضية، إسماعيل محمود تدخل حاضر، فرصة من إسماعيل محمود، نقل الخط تعود لحمودان، لمسة باتجاه موسيس، انطلاقة من موسيس، عدى موسيس، تقدم موسيس، العب لكرة باتجاه إسماعيل إبراهيم.